يعطيكم العافيه. انا عنده يا مدير. مين احدث واحد هذا؟ مين خدمته قال يا جماعه خلاص بطل. انا اخوي قاعد انا احكي مع جماعتنا ارجوكم يعني احنا اذا محترمين ونخليكم تصلوا عندنا بدنا شويه خصوصيه قاعدين نحكي مع جماعتنا. اخوانا سيدي في مجال في مجال المداخله تفضل مجال بس لا كل شيء وضحناه والله ما في شيء مو واضح. اللي بده الصح مبين واللي بده الغلط يدبر حاله. يعني اكثر من هيك شو يسوي؟ يعطيك العافيه. بتسأل بشكل خاص.